يتفشل. باش تقدم قضيه معناها توا في صمت. لا قدمت القضيه، قدمت قضيه. انا كنت باش نسالك فماش امكانيه وانه للسماح وانه نلموا الموضوع وانه في الاخر هي تلميذه صغيره. التلميذه هذيك التلميذه في المعهد واخذت عقوبتها في المعهد ينتهي الموضوع. انا نحكي على ثم لانه التلميذه ما يبدو لي انها حلقه في 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 حكايه كامله للاسف الشديد يبدو لي. شنو تنجم تكون؟ شنو تنجم تكون؟ معناها ما فهمتش انا الحقيقه والله يا مهدي. ما نعرفش هالفيديو، هالفيديو هذا اللي مفتعل بالطريقه هذيك وما نعرفش، معناها ما نتصورش كان فما كان هكاك. معناها ما معناها انت في شخصك كان مهذب الرميلي والا ولا كيفاش؟ شنو شنو المستهدف بالضبط؟ لا في الشخص، في الشخص انت كتشوف حتى الهجمه الكل تتوجه للشخص مش للاستاذ. بالليل انا برك نحل، نحب نحل قوي خاطر كلها ولات علماء في علم التربيه وفي الداغوشيا وغيره. انا نقول اي واحد موافق على الفيديو وعلى محتوى الفيديو برا ربي بيه ولدك ولا بنتك. انا ما ربيش بيه تلميذتي، فما بالك ابني او ولدي. هو راهو مانيش باش نبرر حتى شيء يا مهذب، ولكن اولا البنيه صغيره في العمر، ثانيا ما العنف اللفظي اللي عايشينه لكلنا، وما فماش واحد فينا ما تجاوزش الحدود احيانا ونعت عباد ببعض النعوت. مانيش مبرر، وانا قلت لك راهو العلاقه ما بين التلميذ والاستاذ بالنسبه لي حاجه مقدسه ما فيهاش نقاش. انا من الجيل القديم نؤمن وانه لو بروف المعلم ا توجور غيزون، مهما يكون حياتي كامله نؤمن بهذايا، وحتى اولادي ربيتهم على هذا. يجي يشكي لي من استاذ ولا معلم نقول له هو اللي عنده حق، انت ما عندكش حق، هكاك ربيت هكاك. ولكن احنا في عصر غير العصر، اليوم الشباب غير الشباب القبل. اليوم عندك مواقع التواصل الاجتماعي، عندك عنف ترباو عليه هذا الجيل اللي منه نور، عنف لفظي اللي احنا نعتبروه عنف لفظي نجموا ما يعتبروه عادي، يسمعوا فيه كل يوم، يسمعوا فيه من ممثلين، من فنانين، من سياسيين، من الناس الكل. حتى انت بيدك مهذب احيانا كي تتوتر وكي تتنرفز يعني خليني نقولها لك، واحنا اصدقاء وتعرفني قديش نقدرك ونعزك، تجاوزت احيانا وقلت كلام اللي يوجع. ما انت كيف يا مهذب؟ ما قلتش قبل في اسماء كيما مايا القصوري، كيما عايشه بن احمد، كيما ما نحبش ندخل التفاصيل، ولكن نحكي لك في الغضب. نجم الانسان يخرج عن طاقته. اولا الساعه على اللي يمثل، انا ما تمثلنيش انا بالاسماء اللي تسميها، انا استاذ وهذيك التلميذة. رجاء نحكي على نقطة الغضب فقط، نحكي على نقطة الغضب يا مهذب. يا عفيفي عايش اختي عايش، انا استاذ وهذيك التلميذه ما ندخلوش الصفات في بعضها، ثم انا حتى المواقف بتاعي ثم فيها حدود، ثم انا اللي قاعد نخاطب فيه مانيش قاعد نخاطب في اساتذه، باش نوصل نقول لهم هكاك. ثم انا نحكي على علاقه استاذ بتلميذه، ثم بعد هذا ودونه اليوم ثم مئات الحالات قاعده تتعرض للطرد، خاطر هذا قانون التربيه على الغالب مش احنا اللي عملناه. مئات التلاميذ قاعد يتعرضوا، علاش في الحاله هذه بالذات قامت القيامه؟ علاش؟ لانه فيها مهذب رميلي او لانه فيها البنيه هذه تعرف جست بون يعني كاسم معروف على الغالب معناها اليوم تحبونا نعاملوا، اليوم تحبونا نعاملوا التلامذه بسياسه مكيالينا. هي التلميذه ككل التلاميذ في كامل تراب الجمهوريه، القانون واحد على الجميع. تقول لي القانون نراجعوه، انا نقول لك انا مع مراجعه القانون، أنا مع مراجعة القانون، أنا مع إيجاد عقوبات أخرى بديلة للتلميذ، أنا ضد عملية الطرد في المطلق، والكلنا أعضاء المجلس ضد عملية الطرد، الكلنا ضد عملية الطرد، لكن ما ثم راهو زاد ثم قانون حسين، ينطبق القانون فيما تبقى من قانون في هذا البلد، ينهز الدين كل خلق ولي غابة. هذا ثم منشور عقوبات عوقبت به جميع التلاميذ، ما هو ساري مفعول على كل تلاميذ الجمهورية التونسية. لماذا نستثني هذا أو ذاك؟ بأي حق، بأي قانون، بأي عدل بين التلاميذ؟ غدوة التلميذ يجيك من مكان آخر يقول لك أنا ما قلت ربع الكلام اللي قالت وين طرد، فاش مقامي ما طردش. يعني شوف، يعني نكونوا عادلين، يعني نعطيه درس للتلميذة هذه اللي في الأخر تكبر تصغر هي بنت. يعني نعطيوها درس. لا لا لا، نحكي معك من المنطلق هذا، راهو ما في الأخر هما أبنائك اللي أنا اليوم أنا اليوم ما حاجتيش باش نخرج. شوف الساحة الفنية غاية ما هيش ناقصة عاهات أخلاقية. أنا اليوم يهمني فيها وفي تلامذتي اللي قاري فيهن إني نبني مشروع إنسان قبل ما نبني مشروع فنان. اليوم فما قيم للمينيموم لازم نحافظ عليها.
انا ماني سعيد. انا نقطه، انا قلت لك نعتبر نقطه سوداء مهذب. قلت لي ماشي، مشيت للقضاء، قلت لي مشيت للقضاء بشكون شكيت بالضبط للقضاء اذا كان مش بالبنايه هذي؟ لا فما، لا 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 فما فيديوهات اخرين وفما عباد اخرين قاعده تتجرى تو، احنا ما نجيو ورا الكرون الابطال اللي السلب والتشهير والسباب والتهديد واللي تحب انت اللي موجود تو الكل جمع ما يمكن تجميعه وهكا عند القضاء. وكاو بالنسبه لي انا مانيش في صفتها هي التلميذه، هي هذيك تلميذتي والشيء صار في اطار المؤسسه والمؤسسه خذت قرارها اللي انا ما عنديش فيه دخل اصلا، ما نجمش نغيره. نراو تحكيو على اساتذه المجلس كاين صناع عندي معناها هما اساتذه اجلاء، مش انا اللي باش نغير انا مرايا ونقول لهم اعمل هذيك ولا نحي هذيك، هما يتصرفوا. انا لو المجلس عفى عليها ما عنديش حق باش نتكلم. ثم احترام بيناتنا، هذاك مجلس موقر هو له النظر. ثم اصلا المجلس لماذا نحمله ما لا طاقه له به؟ ثم منشور غدوه لو كان المجلس ما يطرداش وخالف القانون. يعني علاش زاد نحملوا فيه في مسؤوليه هما واضح. شكرا ليك هذا برميلي، شكرا ليك. احنا حابين نسمعوك فوالا. نحبوا ديما العلاقه ما بين التلميذ وما بين الاستاذ يشوبها كل الاحترام، مانيش ناقصين الحقيقه وانه نزيدوا نهدوا القيم نتاعنا. اكدلنا هذا برميلي وانه ما صار حتى خلاف مع التلميذه هذه، وانه نور قعدت للاربعه ما فما حتى شيء في القاعه، ومن بعد خرجت وتفاجأ هو بالفيديو. احنا باش ناخذوا يعطيك صحه مهذب، لو كان عندك باش تختم تفضل. علق خرج به.